السلام عليكم، وأخيرا بشرى للمغاربة. أخيرا وليد الركراكي قرر أنه يستدعي اللاعب الدولي عبد الرزاق حمد الله في ظل إصابة اللاعب الدولي يوسف النصيري بعد ما سجل هدف ضد فرقة كوبنهاغن، الشيء اللي خلى وليد الركراكي انه يلقاها سبه باش ما يعيطش ليوسف الزازولي. ولكن هذا الشيء هذا ما ينفيش باللي يوسف النصيري عنده واحد القدره بدنيه هائله اللي تضاعفات في الاونه الاخيره. وما نساوش حتى حمد الله بانه لاعب رئيسي وكي تحتاج في الفرقة ديال المغرب مع المنتخب المغربي. إلا كاين واحد النقطة اللي شار لها وليد الركراكي، قالك بأنه يوسف النصيري كنا باغيين باش نزيدو به القدام، بغيناه يزيد يبلور الطاقة ديالو والمجهودات ديالو، إلا أنه في الأخير تراجع على الكلمة ديالو، لأن يوسف النصيري تعطب في الماتش اللي فات في آخر ماتش ليه. ونتمنى خير إن شاء الله في كأس العالم قطر 2022، والله يستر لهم الأمور والله يشافي يوسف النصيري.